لو بيقدر كروني جدا في طبعا 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 عدنا النقص والشفية في الآخر من الأخرة 20 سلايد أو 19 سلايد 10 الأولانيين في السيرولوجي وبعض السيرولوجي والحاجات دي في الفرمكولوجي مش هسيبهم بس لازم نعمل نوع من أنواع البرودكشن مش يا جماعة والباقي على فكرة هو مجرد تجميعات يعني حتى الفرمكولوجي هو تجميعات حاجات خدتها قبل كده في الكارد الباسكولار أو في الدايبتكس أو أي حاجة الإندوكراين فلو كلمنا عن ال Our clients, فاحنا هنتكلم النهارده عن نعرف يعني ايه كرونيك رينال فيلير كرونيك ديزيز ايه الاستنشن بتاعته الايثولوجي كل ده يا جماعه انا عدي عليه بسرعه نيكروتوكسيك دراج هي اللي هتلمنا من منطلق الفارماكولوجي كلينيكال مانيفستيشن دايجنوز برضه انا عدي عليه بسرعه يلمنا ايه تريت يلمنا الحاجات اللي لها علاقه بالفارماكولوجي يعني ايه كرونيك ديزيز بروجريسيف كيدني دامج بيحصل فيه ايه نقص في الجي اف ار اما بروتونوريا يعني في اي انتنس وكيدي نامش نقص الجي اف ار او في بروتونوريا لمده لا تقل عن 3 شهور عشان كده سميته كرونيك ماشي ولازم يكون بروجريسيف وريفرسيف ايه الاستيجز بتاعته زي ما انا عارفين ممكن يكون الجي اف ار بريزيرف يعني اكثر من 90% بس في ايه ميدلز وكيدي دامج اللي هو ايه بروتونوريا ماشي او يبقى من 60 ل 90 في بروتونوريا في الاثنين دول ما فيش لا ساينز ولا سيمتومز ولا اي حاجه حتى الكرياتين والبلازما بتاعت النيتروجين بتاعت العيان ايه؟ نو 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 ليه؟ يعني لازم يكون عندي ريدكشنز اوف ذا جي اف ار اقل من 50 ليه طيب؟ لان الكدني فيها ريزيرف فانكشن يعني الكدني بتشتغل بربع يعني الكدني كامله ايوه عندي ممكن تؤدي اكتر من اربع اضعاف الوظيفه العاديه فانا ما بداش افقد ما بداش الكرياتين والبلازما النيتروجين يعملوا الا لما ثلاث ارباع الكدني يفقد ماشي يا جماعه؟ ماشي طيب في الفترة دي في ديكريس في رينال ريزيرف وبس ريزيرف من اول بقى 60 فما تحت يبدا بقى ايه مانيفستيشن ويبدا الكرياتينين والبلاد يوريا نيتروجين يزيد من 30 ل 60 بسميها موديل برودكشن في الجي اف ار ودي اللي هي رينال انسفشنسي الدرجة الأعلى منها لو الجي اف ار بقى من 15 ل 30 بسميها كرونيك رينال فيلير الأسوأ بقى اللي هي اند ستيج رينال ديسيز لما الجي اف ار يبقى أقل من 15 ماشي ايتيولوجي في حاجات ريسك فاكتورز حاجات بتزود الفرصه ان يحصل ايه؟ كدني يعني ايه مثلا ده اهم حاجه بغض النظر سواء الانسان جاله مرض في الكدني او ما جالوش هو مع تقدم السن لو اتوقع في الكلى في نظر التدريب اللو كدني ماشي اللو بيرسول كل دي حاجات يعني ايه؟ مجرد بس ناخد فكره فاميلي هيستوري سوشيال كونكس سموكينج كل دي بريدسبوزنج فاكتور انما الاسباب ايه؟ دايابيتس هايبر تنشن ريوماتويدس انفلاميشن ماشي اوبستراكت بيروبسي زي ما جت بس الحركه ماشي بايرونفرايتس دراج انديوز المهم في اسباب كتير اهمهم الدايابيتس والهايبر تنشن دول عندهم بيمثلوا كام؟ من 50 ل 55% من الاسباب يعني بنسبه 50% عيان هيجي لك عنده كرونيك كيدني ديسيز يبقى هو يا جاله بسبب الهايبر تنشن يا جاله بسبب ايه؟ الدايابيتس طيب ليه يهمني انا عشان فارماكولوجي دراج انديوز طبعا هذا الجدول انتوا يعني ايه حطيتوه في السيمينارات وقلت انا بحسب بكل الطرق الممكنه فاحنا بنقسمها تقسيمه بسيطه ان هي تاثر في الهيمودينامكس والامثله عندنا طبعا بقت معروفه في حاجات بتنقص الجي اف ار زي الاسبرين والدايريتكس بتعمل ريدكشن جي اف ار بتاثر على البروستاجلاندز في حاجات زي الاس انهبيتور بيز بتعمل فازودايليشن في الافري بتاثر في حاجات تانية زي السايكوس مول بتعمل برازو كونستريكشن في ايه؟ لا في الافر متقطرين المحصلة النهائية ان في ايه؟ جلوميرا بريشر بينقص الافكت الجلوميرا بريشر بينقص في حاجات ممكن تعمل تيوبولار توكسيستي مشهورة برضو الامينو جلايكوزايد الاكوفيريزين السيز بلاتين والكونتراست حاجات تعمل انترستيشن نيكرايتس يا اما اكيوت زي البنسلين والبلاكومايسين الاثنين دول مضادات حيوية يا اما كرونيك زي استخدام النونسترويد مع الباراسيتامول والكومبينيشن ده بيزود فرصه الانالجيزك حاجه اسمها انالجيزك ميكروباثي اسمعوا عنه طبعا انالجيزك ميكروباثي بسبب استخدام الانالجيزك
او السايكل سكور اللي بتاكله، وزي ما اتفقنا ان السايكل سكور ممكن يشتغل في اكتر من مكان. احنا هنا في الفرسيشن شويه في الباس clinical manifestations في بوليوريا، في بروجينوريا، في فلويد ديتكشن، تعمل اسايتس، تعمل السيمتوم اللي بعد كده او الساين اللي هي الهايبر ديتكشن ساين طبعا. في يورينيا، واليورينيا تاثر اكتر على ايه؟ المرض والسكين والجي اي تي. في السكين تعمل بلورايتس وتعمل ماضي سكين، تلاقي ايه؟ يقول الوش بتاعه ويقول الجلد بتاعه دايما ايه؟ ماضي يعني دايما تمام ماشي يا جماعه. في الجي اي تي بنعرف ان هي بتعمل كونستبيشن وبتعمل ايه؟ بليدنج ده مش مهم يعني، هي بتعمل انفيرمنت للبليد فانكشن اللي هي حاجه مش ايه؟ تفاصيل ما عليكوش منها يعني. في انيميا ممكن تعمل انيميا. طب ليه البرودكت دي نافيريا بيعمل انيميا؟ اريثروبويتين اساسا بتصنع في الكيدني تمام؟ لما يبقى في كيدني فيليا مفيش اريثروبويتين. في الالكترولايت ستيربنس، الصوديوم هيزيد يا ينقص يا يبقى نورمال، البوتاسيوم بيزيد يبقى في هايبر كالينيا، الفوسفيت عليكم السلام، الفوسفيت بيزيد يبقى في هايبر فوسفاتيميا ماشي. بيحصل اسيدوس رينال اوستيوديستروفي يعني يحصل اوستيوميليشيا سببها الكيدني ماشي يا جماعه، يعني مشكله في العظم وسببها اساسا ايه؟ رينال فيلر، وهنعرف الاسباب وازاي نتعامل معاها. في نيورولوجيكال مانيفستيشنز بنسميها يوريك نيوروباثي، بيبقى في ميموري امبيرمنت وممكن يكون فيتس يعني فيتس يعني فيتس فيتس يعني نعرف معناها يعني الطبيعي بس ما هو ايه؟ فيتس يعني زي اللي مثلا لياقه، ايوه زي اللياقه زي اللي لا فيتس في الطب يعني يعني زي ابيليبتيك اتاك او سيزر بيجي له كومبالشن يعني فيتس ايوه. في المصل ممكن يجي له مصل كراب ومايوبات. بمعنى دلوقتي ايه؟ دي كلها الكلينيكال بيكشر بتاعت الكرونيك رينال فيليا برضه انت تيجوا تذاكروا الموضوع ده ليه الفارماكولوجي ازاي نشخص هيستوري فيزيكال اكزامينشن ولاب سيرم كرياتين بلاد ريمين هيدروجين كرياتين كليرنس ماشي. ممكن اعمل رينال بايوبسي بس دي في حالات نادره. ايه اللي مختلف انت بقى يعني في الجزء اللي كمان انا عايز اعالج العيان ده، هل الكرونيك رينال فيليا انما انا في النهايه علاج الرينال فيلير هو الكلاس بلانتيشن زي ما اتفقنا. ايه اللاينز اوف تريتمنت؟ اتفرج ايه لاينز اوف تريتمنت؟ اول حاجه واهم حاجه ان انا اعالج الهايبر تنشن زي ما اتفقنا 30% من الحالات ده لسه يا جماعه عندهم بس. كده طلعتوا معاك الورقه؟ على صوتنا الصبح. اه ماشي. قسم كيمياء. ليه ده مرسى ده مش بيه اه بعد كده العصر هذه غير المحاضره هذه في تغيير. يبقى اول حاجه عالج الضغط زي ما اتفقنا في 30% من الحالات الضغط ده موجود ايه كسبب. ايوه في معظم الحالات موجود يا اما كسبب يا اما كايه كومبليكيشن كمان. عالج الانيميا، عالج الاوستيوديستروفي كل واحده من دول هنتعرض لها بالتفصيل ان شاء الله. عالج الفلويد والالكترولايت ستيربنس كل الحاجات الموجوده في الكلينيكال ماستيبيشن بس نعم الكلينيكال ماستيبيشن عدلهم اه تمام. الديسليبيديميا اعمل جلايسيميك كنترول لو هو عنده دايابيتس زي ما اتفقنا ان هو في اسوشيشن بينه وبين الدايابيتس والكيدني ديزيز حوالي ايه برضه 25% من الحالات يبقى اكيد او مش اكيد يعني بنسبه كبيره لو العيان ممكن عنده ايه دايابيتس.
سيمتوماتيك تريتمنت للجي اي دي سيمتومز والبلوريتس. في بعد كده كونسيدريشن لو انا هوصف اي دواء تاني لاي مرض تاني حاطه في شمال بالمغني شويه نقط كده ايه تعالوا معاها يعني ايه كرونيك برين اكتيف. واخر حاجه الدايليسيس. طبعا عندكم بقى لسته طويله من الايش بتاعكم الدايليسيس فارماكولوجي مالناش دعوه. واخر حاجه طبعا الديفينيتيف تريتمنت زي ما اتفقنا رينال ترانسبلانت. هنبدا اول حاجه بالهايبرتنشن. الهايبرتنشن التارجت بتاعك ان انا انزل البلد بريشر ايا يكن ب 140 90. لو العيان عنده الاوتونوميا انزله كام؟ ل 130 80 يعني بحاول انقص البلد بريشر اكتر. ليه؟ قل لذات بتخفض الضغط صح اخفض الضغط اللي موجود لان طبعا كل ما البروتين يحصل له فلتريشن في الجلوميراي كل ما يحصل ايه مور ديستراكشن مور لوس الكيدنيز صح ولا غلط. فانا بحاول انقص الدمج ده عن طريق انقص الفلتريشن. يبقى لو العيان عنده بروتونوريا بيبقى التارجت بتاعي ينزل شويه ب 130 80. طيب ان انا انقص البلد بريشر ده معناه ان انا احسن الهيمودايناميك اقلل البروجريس اوف رينال ديزيز زي ما احنا اتفقنا. هنعرف التفاصيل في السلايد اللي بعد كده. في نوع فارماكولوجيكال ميجرز لو في اسباب اقدر اتعامل معاها يعني سموكينج مثلا مش احنا قلنا ده ضد البريسبوزنج فاكتور فبطل تدخن. ممكن ريجولار اكسرسايز ريديوسنج سولت انتيك. نخش في الفارماكولوجيكال تريتمنت ايه هي الادويه اللي انا ممكن اديها؟ فيرست تشويس انجيتنزين كونفرتنج انزايم والاي ار بيس. ماشي يا جماعه غالبا ببدا بالانجيتنزين كونفرتنج انزايم وفي بعض الاحيان هم لقوا ان انا لو عملت كومبينيشن يعني استغربوا المفروض ان الاثنين قريبين من بعض في الايفكت بغض النظر عن الكيس. بس لقوا ساعات ماشي اختلاف السايد افكت لقوا ساعات ان في واحد فيهم بيكمل عمل الثاني. ايوه بس ساعات بيعملوا كومباينيشن بس طبعا دي كومباينيشن خطيره شويه بتزود روبس الهايبركاليميا زي ما هنعرف. في مجموعه ادويه ثانيه ممكن استخدمها دي بسميها السكند بلوكر كانسر تشانل بلوكر ماشي هنعرف ايه سيلكتف البيتا 1 سيلكتف الالفا بلوكر الهيدرولازين والميوكسيدين اللي هم الفازودايليتور ان جنرال الالفا ميثايل دوبا والفلونيدين. وفي بعض الدايوريتكس ممكن استخدمها وبعضها الثاني زي ما اتفقنا في المحاضره اللي فاتت ما اقدرش استخدمها. تمام لو دخلنا على طيب لو دخلنا على اول تريتمنت او الفيرست لاين تريتمنت اللي هو ايه؟ الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم والاي ار بيز اللي هي الانجيوتنسين ريسبتور. ايه اللي بيحصل في الكدنه يا جماعه؟ انتوا عارفين ان هي المشكله طبعا ان عدد النفرونز اللي بيفانكشن في الكدني في حاله الكرونيك كدني استخبارها ايه؟ نقص زي ما انتوا قلتوا في السيناريو امبارح بيحصل ايه؟ نوع من انواع الكومبنسيشن اللي هو ايه؟ تمام شويه اليونتس اللي شغاله او اللي شغاله يحصل فيها هايبر فلتريشن ماشي ده ادابتيشن بس ده ادابتيشن مع الوقت بيستهلك الجلوميرولات. تمام يا جماعه حلو يبقى الهايبر فلتريشن ده حاجه مش كويسه. انا الغرض بتاعي من استخدام الادويه دي انقص الهايبر فلتريشن انقص الانترا جلوميرولار بريشر. ازاي؟ في طريقتين يا اما اقفل الافرنت يا اما اوسع الافرنت. ايهما احسن في رايكم؟ اوسع الافرنت. اوسع الافرنت تمام. انا لو قفلت الافرنت من الاول يبقى اكيد بقول ان الكلى ايه؟ بقول ان الكلى ما بتشتغلش صح ولا غلط؟ اقول لا سيب الافرنت يجيب البلط انما وسع الافرنت بحيث ان ايه؟ البريشر في النهايه اللي موجود جوه الجلوميرولا يوصل له ايه؟ يلمسه. تمام ده الفانكشن اللي بتعملها مين؟ الايس انهبيتور والاي ار بيز. سببها ايه؟ ماشي الانجيوتينس اللي بيشتغل هنا ما بيشتغلش هنا. وهذا الليفرون افكت على بروستاجلاندين؟ لا مش بروستاجلاندين. الانجيوتينس انت يسوي لان الريسبتورز بتاعته يا جماعه موجوده. لا ده هنا موجوده. الريسبتورز بتاعته موجوده على الانجيوتينس مش موجوده على ده. ماشي؟ المحصله النهائيه ايه؟ الرينال بلاد فلو يزيد. الرينال بلاد فلو يزيد دي حاجه كويسه. انما الانترا جلوميرال بريشر اخباره ايه؟ يلمس. يبقى انا كده عملت نوع من انواع البروتكشن للكدني وما نقصتش الرينال بلاد فلو اللي رايح لها. تمام؟ ده الميكانيزم اوف اكشن يعني هو ده شرح الكلام اللي فوق. ده الميكانيزم اوف اكشن بتاع مين؟ ليس انهبيتور والاي ار بيز. يعمل باس دايلاتيشن سيلكتيف في الافرنت ارتريوز. يوم ينتج على كده ايه؟ الانترا جلوميرال بريشر يلمس. ماشي؟ والبلط لا بالعكس الرينا بلط ممكن يزيد. تمام يا جماعه؟ دكتور كل الاثنين اشتغل على الافرنت؟
الاثنين بيشتغلوا على الاثنين. طيب ايه البريكوشنز؟ اهم حاجه بخاف منها الهايبر كالين. الهايبر كالين. الحاجه الثانيه احنا عارفين ان الاس انهبيتور او الاي ار بي ممكن تعمل ايه؟ ديتيريوريشن في الكيدني فانكشن. تمام؟ يعني انا دلوقتي لما انقص الافكت الجلومرال بريشر او زي ما زميلكم قال بنقص الجي اف ار مش ده ممكن يرفع الكرياتينين شويه؟ تمام؟ فانا في الحاله دي بخاف منها. يبقى دي اثنين بريكوشنز لازم اخاف منها، هايبر كالينيا واخاف من ان الكرياتينين مستواها يرفع. فلو الكرياتينين معدي 2.5 يفضل ان انا ايه؟ افكر في اوبشن ثاني، ادور على دواء ثاني. او حتى لو تعاملت مع الايس انهبيتور او الاي ار بي اتعامل معاها بكاس زي ما نعرف دلوقتي هنعمل ايه. لو قارنا الايس انهبيتور بالاي ار بيز هنلاقي ان الاي ار بيز احسن ان ترمز اوف هايبر كاليميا وان ترمز اوف كاف. يعني الايس انهبيتور ممكن تعمل كاف، الاي ار بيز ما بتعملهاش. او على الاقل الريسك مع الايس انهبيتور بيبقى حوالي 10%، ده الايس انهبيتور بيبقى حوالي 10%، مع الاي ار بيز بيبقى 1%. ماشي؟ ماشي. الحاجة الثانية ان هي الهايبر كاليميا اللي بتعملها اقل. طيب ايه حكاية بقى ان هي ممكن تزود الكرياتينين؟ اتعامل معاها ازاي؟ هما لقوا ان العيانين انا ممكن اديهم انجيولين كونفرتنج انزايم او اي ار بيز، عيانين بيتصلحوا حالهم والكيدني فانكشن بتتحسن، مش الكيدني فانكشن بتتحسن، بعمل اكشوال بروتكشن للكيدني، وعيانين تانيين بيحصل لهم ايه؟ ديتيريوريشن. يخشوا في اكيوت كيدني فيلير، بس ده ريفرسبل لان بمجرد ما اشيل الدواء بيرجع ايه؟ للنورمال تاني. اللي بيحصل نوعا ما ايه؟ الهايبر فيوجن او ديكريس في الجي اف ار. تمام؟ طيب احكم ازاي؟ يقول لك انت تدي الدواء سواء اي ار بيز او انجيولين كونفرتنج او الاي ار بيز وتشوف الكرياتينين تتابعه. لو زاد اكتر من 30% يعني مثلا كنت بادئ باثنين كرياتينين اثنين. ايوه. لو زاد اكتر من 30% يعني لو زاد اكتر من 0.6 يبقى ساعتها اعمل ايه؟ اوقف الدواء. ايوه. يا اما اوقف الدواء لحد ما العيان يتحسن يرجع الكرياتينين بتاعه نورمال، يا اما ابدا بدوز اقل يا اما ادور على دراج تاني. ماشي يا جماعه؟ ماشي. يبقى اللي بيحكمني في النهاية معدل زيادة الكرياتينين، هل هو في حدود ال 30% ولا لا؟ في حاجة تانية بتساعدني. في عيانين من الأول أساسا أنا عارف إن ده لو اديت له إيس إنهبيتور أو إي آر بيز ممكن يخش في مشاكل بتاعة إيه؟ الإيس إنهبيتور أو إي آر بيز على الكيدني، يدخله في أكيد في النهاية. زي مين؟ يعني لا مش الدايبتس، مش الدايبتس. كانسر. إيه العيانين اللي عندهم مشكلة في الكلى أو في غير الكلى؟ وانا متوقع ان انا لما اديهم الانجيوتينت كونفرتنج انزايم انهبيتورز او الاي ار بيز ممكن يعمل لهم اكيوت رينال فيلير. انت مش عارف ممكن اللي عنده من الاول كونجستيف هارت فيلير اتوقع ان ممكن يخش في اكيوت رينال فيلير لو اديت له اي ار بيز. ماشي. ايه كمان؟ اللي باخد ديوريشن. لا. ايه كمان يا شباب اللي عنده مشكله في الكيشن؟ لا بايلاترال رينال ارتري ستينوسس. هو اساسا عنده رينا الضغط له اخباره ايه؟ ديكريز قليل قليل. انا حتى لو وسعت الافرنت هيستفيد حاجه؟ هو الكميه اللي وصله ثابته. ايوه ما فيش معنى. او عنده سوليتري كيدني وفيها ستينوزس، يعني يا اما يكون عنده بايلاترال ستينوزس لو عنده الاثنين كيدني، او عنده كيدني واحده وفيها ايه؟ ستينوزس. دول عيانين اكثر قابليه ان هم يحصل لهم ايه؟ ديتيريوريشن. ماشي؟ وممكن العيان لا يبقى عنده لا كده ولا كده ويحصل له ديتيريوريشن. احكم ازاي او اتحكم في الموضوع ازاي؟ ادي الدواء، اقيس الكرياتينين، اتابع البوتاسيوم طول الوقت، لو حصل ديتيريوريشن للبوتاسيوم او الكرياتينين ارجع ايه؟ اسحب الدواء تاني. تمام يا جماعه؟ يبقى هو الفيرست تشويس بس انا لازم اتعامل معاه دايما بايه؟ بحفظ. الاذر تشويسز بعد كده كالسيوم شانل بلوكر ده وظيفته الاساسيه ان هو بيعمل ارتيريال ايه؟ بازل ريتيشن، بيزود الرينال بلاد فلو. ما بيأثرش على الجي اف ار قوي، هو بيزود الرينال بلاد فلو ان جنرال. زي ما بيقولوا كده بيعمل زي برفيوجن للكيدني. تمام. في الاول ممكن يعمل صوديوم دايروسيس، يعني ممكن لما ازود الرينال بلاد فلو يعمل شويه دايروسيس، بس هو اي باص دايليتور في النهايه بيعمل ايه؟ صوت اند ووتر تنشن. انا حتى لو عيان هايبر تنشن من غير ما يكون عنده مشاكل في الكلى ولا حاجه واديت له كالسيوم شانل بلوكر بعد شويه يجي له ايه؟ فيديما. فين؟ في النهايه في الليكس. تمام. اسمها هينكل جديد. هينكل جديد. ماشي يا جماعه؟ الاختيار الثاني دايوريتكس زي ما طبعا دي قدمناها بحثا في المحاضره اللي فاتت. لوب دايوريتك استخدمها بس بيحتاج دوز عالي عشان في ريزيستنس. ممكن استخدم دوز صغيره من اللوب واعملها كومباينيشن مع مين؟ البيتولازون. البيتولازون. تمام.
ممكن استخدم السايزايد لو جي فار مايلو اكثر من 30 ايه اللي يمنعه؟ اذا كان اقل او اذا كان كرونيك هايبرتنشن. لا كريتين. ايه اللي يمنعه؟ ايه الدايريتكس اللي يمنعه؟ انا قصدي السؤال ايه الدايريتكس؟ مانيتوز سبيزولومايد عشان بيعمل اسيدوزس. بس هو العادي اساسا عنده اسيدوزس. ايه مرض ماشي. وايه كمان؟ والبوتاسيوم سبيرينج لان هو عنده ايه؟ هايبركلين. تمام؟ وكمان بتعمل اسيدوزس. ايوه. بعد كده بالنسبه للبيتا بلوكرز. البيتا بلوكرز وظيفتها الاساسيه ان هي بتنقص الرينج. يعني هي كانها بتشتغل زي الاس انهبيتور والار بيس بس الطريقه ايه؟ غير مباشره. الرينين ده اول الطريق خالص. هي بتقفل يعني هو في رينين انجيوتينزين اوتوبروسيس. هي بتقفل الرينين من الاول. تمام؟ طيب السيليكتيف ولا نون سيليكتيف؟ اخدتوا البيتا بلوكرز السنه اللي فاتت. طيب سيليكتيف ولا نون سيليكتيف؟ بيتا وان بيتا وان اللي محتاجه. تمام. يبقى افضل انا استخدم البيتا وان. البيتا 2 اساسا بتعمل ايه في رينال بلاد فلو؟ والهيباتيك بلاد فلو؟ بتنقص النون سيليكتيف يا جماعه بتنقص الرينال بلاد فلو. يبقى انا ابعد عنها احسن. تمام. يبقى بفضل السيليكتيف. عندي في السيليكتيف حاجات زي الميتوبرولول والاتينولول. ايهما افضل؟ اتينولول. لا الاتينولول ووتر سوليبل واليمينيتد عن طريق الكدني. الميتوبرولول ليبيد سوليبل واليمينيتد عن طريق الايه؟ الليبر. يبقى مين الاحسن في الحاله دي؟ الميتوبرولول. الميتوبرولول افضل اللي هو ايه؟ الاليمينيشن بتاعه بعيد عن الكدني. تمام؟ يبقى اتفقنا ان افضل السيليكتيف ومن السيليكتيف افضل مين؟ الميتوبرولول اللي هو اليمينيتد عن طريق الكدني. الليبر. اخر حاجه السنتر رياكتنج زي الالفا ميثايل دوبا والكلونيدين. دي ميزتها الوحيده ان هي بتزود الرينال بلاد فلو او ما بتنقصوش. ماشي يا جماعه؟ سيب لي ماشي. دي ده في موضوع بس مش الكلونيدين. الالفا ميثايل دوبا. الالفا ميثايل دوبا الحين نبدا انجيوتنسين وبعدين على نفس الترتيب هذا بتاع سوشيال ديوريتيك ولا على حسب الحاله؟ لا على حسب الحاله. ممكن الحاله يكون مع حاجه يعني لو حاله ضيابيتك. ايه رايك في مثلا في البيتا بلوكرز مثلا او الدايريتكس؟ ولو هي دايريتك بتاخد انسولين او دايريتك ماشي على كورا هايبر جلايسيميا. يعني هو انت في النهايه بتحكم على حسب الحاله اللي انت بتتعامل معاها. طيب احنا خلصنا المشكله الاولانيه اللي هي هايبرتنشن. بعد كده المشكله الثانيه اللي هي في الانيميا التارجت بتاعنا ان الهيموجلوبين يبقى ما بين 10 و 12 ما يزيدش على 13. ليه؟ لا 13 لسه في الوالدين نورمال بس في العيانين اللي زي دول اولا زياده الهيموجلوبين وزياده الار بي سيز بيزود البلاد فيسكوستي ولما يزيد البلاد فيسكوستي يزيد ايه؟ الثرومبوزز ويزيد كمان ايه؟ البلاد بريشر. ماشي يا جماعه؟ ولا انا عايز ازود البلاد بريشر ولا عايز ازود البلاد فيسكوستي. فانا عشان كده ما بزودش الهيموجلوبين عن 13. تمام؟ عندي ثلاثة لاينز اوف تريتمنت. زمان يعني من 20 سنة مثلا ما كانش فيه اريثروبويتين فكانوا العيانين دايما يعالجوهم باير نوكوليك اسيد. يقعد يديله اير نوكوليك اسيد وما بيجيبش نتيجة. ليه؟ اريثروبويتين نفس هو السبب الأساسي إن في رينال فيلير ما بتطلعش الاريثروبويتين. احنا عارفين إن المكان الأساسي لتصنيع الاريثروبويتين فين؟ ماشي؟ في كيدني ديسيز. طب في الكيدني دي في القدم في الليفر. الليفر اند سبليت. الليفر ماشي تمام. ليفر وتومر الفيتس ليفر مين ليفر وسبليت. تمام ليفر وسبليت ماشي. ما احنا في الادلت بيصنع الريتروبايتين. في الكدني في كدني فيلير يبقى ما فيش ريتروبايتين. تمام. يبقى الديفينيتيف تريتمنت بتاعي في حالات الانيميا هو الريتروبايتين. تمام. بس انا محتاج برضه ايرون ومحتاج فوليك اسيد. ليه؟ عشان اعزز مور. لا مش عايز الاستجابه. انا زودت تصنيع الار بي سي محتاج ايه؟ محتاج زياده. محتاج ايرن معايا ومحتاج فوليك اسيد. لو انا اديته اريتروبايتين بس يستهلك هيرجع يجي له انيميا ثاني يا اما عشان الفوليك اسيد ديفيشنسي يا اما عشان الايرن ديفيشنسي. فانا لازم اعمل يعني اعمل حساب من الاول ادي له ايرن وادي له فوليك اسيد. انما لوحدهم ايرن او فوليك اسيد لا ما يعملوش حاجه لان مش هم ايه؟ هم ما هم الاساس مش هم المشكله. المشكله عندي يبقى زي ما اتفقنا الاير بنديه قبل ما ندي الاريتروبايتين. دي يا جماعه اي اس اي دي اللي هي الاريتروبايز ستيميوليتنج فاكتور اللي هي الاريتروبايتين. تمام. ماشي. من قبل لا بنديها قبل ماشي.
عشان يعمل زي نوع من انواع ايه بزود الستورز شويه. هو هسه حتى هتلاقي عنده ار ستورز اوبريشن ماشي. وفي احيان كتيره بضطر ان انا ادي انتروفينوس وما اديش الاورال اير لان الاورال اير ما يحصلوش ابزوربشن. ممكن عنده مشاكل في الجي اي دي وعنده ايديما في الجي اي دي ابزوربشن صعب يبقى ساعتها ممكن احتاج انتروفينوس ماشي يا جماعه. ممكن اديله فوليك اسيد زي ما اتفقنا لو اديت الفوليك اسيد لوحده مش هيجيب نتيجه. لو دخلنا في الإليكتروبيوتين عندنا منه ثلاثة فاريانت الإي بيوتين ألفا الداربي بيوتين ألفا والإي بيوتين بيتا. إيه الفروقات ما بينهم في الديوريشن فاكشن؟ الإي بيوتين ألفا بدي ثلاث مرات في الأسبوع، الداربي بيوتين بدي مرة في الأسبوع، والإي بيوتين بيتا اللي هو البيجايليت الإليكتروبيوتين يعني بحط عليه مادة اسمها إيه؟ بيجلوتين مش بيجلوتين هي اسمها إي إي جي بوليإيثيلين جلايكوز. دي بتطول الديوريشن فاكشن حتى تلاقوا في الانترفيرون نفس القصه صناعه الميجاليت الانترفيرون. هي الماده دي بتطول الديوريشن فاكشن وتمنع الميتابوليزم بتاع ايه الدراجز دي ماشي. يبقى ده بيتاخد مره في الشهر. بيشتغل ازاي؟ الاريتروبايتين يمسك في الاريتروبايتين ريسبتورز اللي موجوده على الار بي سي بروجينيتورز. ار بي سي بروجينيتورز يعني الخلايا اللي بتصنع ستيم سي الار بي سي تمام. هي مش ستيم سيل 100% يعني هو الستيم سيل ما بتبقاش ديفرنشيتد انما دي في نص الطريق بروجينيتور سيل يعني لسه في نص الطريق. هو يمسك على ريسبتور يعمل ستيميليشن يحصل لها بروجينيشن وديفرنشيشن تعمل ار بي سي مش كده وبس. هو يزق الار بي سي تطلع من البون مارو للسيركيليشن تمام ماشي يا جماعه. ايه الفاليو؟ اول حاجه ان هو بينقص احتياج العيان للبلاد ترانسفيوجن. قبل ما يعرفوا فكره الريتروبايوتين كان عيال كده دايما بيعملوا له ايه؟ بلاد ترانسفيوجن. طب دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ وحشه. ليه بتعمل ايه؟ تمام. في ريسك اوف ترانسميشن اوف ديسيز اوتوميون رياكشن يعني ممكن تمام ممكن يحصل هيموليسيس تمام. ايه كمان؟ ماشي ماشي ممكن يعني الالرجي حاجه برضه ممكن يبقى يعني هيمولس ده حاجه والالرجي حاجه ثانيه. ايه كمان في غير الامراض مثلا كل شويه راح يقل الهيموكروماتوسيس ممكن عشان طبعا ريبيت بلاد ترانسفيوجن. ايه كمان هو ده عامل اساسا دلوقتي على يعني هل العيال اللي زي ده المفروض ان انا واحد عنده كيدني ديزيز اعمل له بوليا بروت؟ لا لا صح ولا غلط؟ فهي دي كلها كانت مشاكل بتحصل من البلاد ترانسفيوجن. فهو ده بعدني عن كل المشاكل اللي بيعملها البلاد ترانسفيوجن. كمان ان هو بيلاقوا ايه؟ امبروفينج كواليتي اوف لايف، امبروفينج ايه؟ اكسرسايز تولرنس، يعني بيخلي العيان ايه؟ بيمارس حياته اليوميه عادي بقى يعني ايه؟ بيظبطه شويه بمعنى اصح. تمام؟ لدرجه ان هم بيستخدموه كدوبنج دراج، تسمعوا عن كلمه دوبنج او تعرفوا يعني ايه المصطلح ده؟ لا مش مخدر. منشط من المنشطات. بس مش بتوع الجيم بقى يعني مثلا الجماعه بتوع اللي بيروحوا الجيم اللي هم عايزين يرفعوا عضلات ياخدوا ايه؟ منشطات. اندروجين او الحاجات اللي شبه الاندروجين ماشي اللي هي بتبني العضلات. انما ده بتاع الناس اللي هم ايه؟ اللي بيجروا مسافات طويله. اللي بيجري في الماراثون مثلا بيجري 42 كيلو مثلا ولا 20 كيلو ده محتاج ايه؟ اكسجين. هو مش محتاج عضلات هو محتاج اكسجين سبلاي ماشي؟ فيقوم ياخد الريتروبايتين يزود الار بي سيز يبقى ايه طول الوقت البلط بتاعه فيه عدد الار بي سيز اكتر بيشيل اكسجين اكتر يبقى يقدر يجري مسافه اكتر. ماشي يا جماعه؟ ايه البريكوشنز زي ما اتفقنا؟ ان انا وانا بدي الريتروبايتين ما اسيبش الهيموجلوبين يعلى عن كام؟ عن 13. عن 13 ليه؟ ثرومبوزس بسبب البسكوس زياده البسكوس بتاعت البلط تعمل ثرومبوزس وهايبرتنشن. وزياده البسكوس دي سببها ايه؟ انكسار زياده الار بي سي تمام. زياده الار بي سي تمام. المشكله الثالثه والاهم هو طبعا اول ثلاث مشاكل هم الاكبر يعني حجما بالنسبه لل هايبرتنشن انيميا. سؤال الممبرز حق الريتروبيوتين هذا ما يختلف الا في الديوريشنز؟ لا في الديوريشن. اسباب الاوستيوديستروفي يعني ايه كلمه اوستيوديستروفي؟ اوستيوديستروفي يعني يحصل ديستراكشن. حاله من حالات الاوستيوماليشيا ماشي يا جماعه حوالين العظام بتحصل مع ايه؟ او هشاشه العظام يعني اللي بتحصل مع الرينال ديزيز. اسبابها ايه؟ هايبر فوسفاتيميا
يعني الجسم او الكيدني مش قادر تطلع الفوسفات. اذا الفوسفات كتير ده يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ ستيميوليشن الباراثايرويد نفسه و ويزود الاوستيوبلاست اكتيفيتي. زي ما انتوا بتقولوا هايبر فوسفاتيميا تعمل هايبر باراثايرويديزم معاها كمان ايه؟ اسيدوزيس. الاسيدوزيس يزود الاكشن بتاع الباراثايرويد هرمون ماشي، يزود البون ليتيك اكتيفيتي تمام، تاثر اكتر في العضل. فيتامين دي ديفيشنسي وهايبوكالسيميا. مانجمنت اتعامل مع الحاجات دي كلها، يعني مانجمنت هتقول اتعامل مع الهايبر فوسفاتيميا ازاي، اتعامل مع الهايبر باراثايرويديزم ازاي، اتعامل مع الاسيدوزيس ازاي، ادي فيتامين دي وكالسيوم. تمام يا جماعه. التارجت بتاعي ايه؟ ان الكالسيوم يبقى من 8.4 ل 10.4، ده اقل شويه من ايه؟ من النورمال ولا اكتر؟ لا نورمال كام؟